الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتهدئة وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين. وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري إطلاق النار وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس زيمبابوي الذي يقوم بزيارة لمصر، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب وبالأخص في مجالات التعاون التنموي. وقد أشاد رئيس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان الكريم وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في قطاع غزة على جميع المستويات. أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري لنظيرته اليابانية رفض مصر القاطع لكل محاولات تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، وأهمية استدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بالشكل الكافي. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه السيد سامح شكري من نظيرته اليابانية. وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزيرة خارجية اليابان حرصت على إحاطة الوزير شكري بأهم ما تم تناوله في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن الوضع في قطاع غزة، بينما أعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بحق الإنسانية والطواقم الطبية والمرضى، وذلك بحصارها وقصفها مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة. وحملت الكيلة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في المجمع، وحذرت من النتائج الكارثية على المرضى والطاقم الطبي في حال قامت قوات الاحتلال باقتحام المجمع. ختم الموجز الإخباري مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ومن خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمل صالح.